مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم وإليكم الموجز. شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان عقد 600 زيجة بمنطقة منحنى النيل مروي الدبة، وأكد سيادته أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن الشعب السوداني وتضع إمكانياتها تحت إمرته في كل مكان من خلال تشكيلاتها ووحداتها المنتشرة بكل أنحاء البلاد. وشدد سيادته على إيجاد آليات فعالة وسريعة للتعامل مع مشكلات التنمية والمعاناة التي يعيشها مواطنو المنطقة وحلها بشكل عاجل وفوري. وفي ذات السياق أشار سيادته إلى أن قيادة البلاد تعمل على تأسيس حكم مدني، مما يحتاج إلى المساندة والدعم من القوات المسلحة والشعب على سواء، والعمل على تقويمه ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط مستقبلا. عقد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقل اجتماعا مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية في ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة والذي انعقد الأربعاء الماضي. وأكدت الأطراف غير الموقعة رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة. وطالب نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة مساعيه الحميدة مع الأطراف لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا إلى نبذ القبلية والجهوية والعنصرية والبعد عن خطاب الكراهية وأهمية المساواة بين أبناء الوطن الواحد ورد المظالم ورفع الضرر. وقال خلال مخاطبته تدشين نفرة منطقة دار بيري لتعزيز السلام والتنمية والتعايش الاجتماعي بولاية شمال دارفور إن القوات المسلحة ليست لها مطامع في حكم البلاد، بل ساهمت في إنجاح ثورة ديسمبر منذ انطلاقتها، وإنها ستعمل على تسليم السلطة للشعب وصولا لانتخابات حرة ونزيهة عبر صناديق الاقتراع وتحقيق تطلبات الشعب في الحرية والديمقراطية، لافتا إلى وحدة القوات المسلحة بقيادة ومؤسسة واحدة، وأنه لا كبير على القانون، وأن القوات المسلحة تعتز بواجباتها الدستورية التاريخية. أكد والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج أحمد الدور الكبير لهيئة الجمارك السودانية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وحمايته من مخاطر التهريب، مؤكدا استعداد الولاية لدعم وتعزيز كافة الجهود في هذا المجال. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المدير العام لهيئة الجمارك السودانية حسب الكريم آدم النور والوفد المرافق له الذي يزور الولاية حاليا. وتناول اللقاء أهداف الزيارة التي تأتي من أجل إحكام التنسيق بين اللجنة الأمنية ودائرة جمارك البحر الأحمر، خاصة في مجال مكافحة التهريب وتقديم التقنيات الحديثة في مجال الكشف الجمركي. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.